بسم الله الرحمن الرحيم، معكم كمالي محمد مهتم ومتتبع للرياضة الوطنية. بصراحة السي وحيد راه باقي الانتكاسة، باقي كنتعلمو، باقي الآن كنتعلمو، لأن جاو دراري زوينين وفريق الوطني هذا فريق زوين، ما عرفش يوظف الخطأ اللي دار هو، ما عرفش يوظفهم، هذه من جهة. وبهذه المناسبة كنتقدم بأحر التعازير لأسرة السي ريان الطفل المعجزة اللي نسانا في هذيك النكسة. بالنسبة وإنا لله وإنا إليه راجعون. بالنسبة للسي حكيم زياش، أنا قبل الكومبيتيسيون، قبل بداية البطولة الإفريقية، طالبت باش يجي زياش. علاش؟ زياش أصل مغربي، الأصول ديالو مغربية ثابتة، أما المدرب الأجنبي غيجي وغادي يمشي، المزراوي حتى هو يجي. بالنسبة لحمد الله، حمد الله حتى هو مغربي، خصو ما كاينش، ما عندناش فوسونتور. والحاجة الخطأ اللي دار، أنا في الماتش ديال الكابون ملي تعادلنا معاهم، أنا عطيت التغييرات قبل ما يعطيها المدرب، وحق لا وربي شهد على ما أقول. الإخوان كنا كنتفرجوا في مقهى كافي فرونس، وعطيت التغييرات قبل ما يعطيها هو، هذه من جهة. وحتى حكيم قبل، حتى حكيمي قبل ما يسجل الهدف، قلت لهم غيدير ميا جوار، هذه من جهة. لعب برأسي حربة، هذا خطأ كبير. دولة وحدة اللي كانت كتلعب برأسي حربة شكون هي؟ هي ألمانيا الغربية، كانت كتلعب بروبيش قلب هجوم ديال هامبورغ، وفيشر قلب هجوم ديال اف سي كولون. واليوم هذا المدرب هذا راه انا كنوجه نداء السي فوزي القجع اللي كنثقوا فيه، وعطى الجديد، ومن هذا المنبر كنقول له برافو عليك، وتحت سيدنا الله ينصرو راه الثق فيه، وراه حاليا عنده منصب زوين، بغينا يدخل في المفاوضات. شتي ما تأهلوش في المونديال وجدنا فرقه، هذا من جهه. بغينا الفرقه، بغينا اللعابه اللي هبطوا لارضيه الملعب يكونوا جنود اقوياء يدافعوا على الفريق الوطني، لان ما عندنا كاين دراري زوينين ولكن ما وظفهمش. ومن هذا المنبر وتحيه رياضيه لجميع المغاربه كنقول السي فوزي القجع دخل في مفاوضات. انا الراي ديالي يخلي المغاربه، يخلينا ترونكين ويمشي يقابل شغله ويدخل. واخا كاين البنود، حنا عارفين البنود، راه كاين راه تبارك الله الدار راه الصك تبارك الله راه اللي بيان كونفلي، الله يجعل شي بركه ويخلي المغاربه. بغينا مدرب وطني ويعطوه نفس الامتيازات اللي عطاو السي وحيد، لان الرياضه راه قاطره، الرياضه كتفرحنا. وبهذه المناسبه كنتمناو الى بقى، حنا ما بغيناش يبقى، انا من الناس اللي ما باغيش يبقى. ولا درنا واحد السجوال، درنا واحد الدوره في المغرب كامل، راه حتى واحد ما باغي وحيد، خصو يمشي فحالو. وسي فوزي القجع يدير اللازم، لان بغينا لان هذا الفريق الى مشى للمونديال ما غيشرفش المغرب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.